للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بعد معركة الجسور التي شهدتها ثورة تشرين في أيامها الأولى، يشهد طريق محمد القاسم السريع عمليات قتل ممنهجة من قبل القوات الحكومية والميليشيات، لماذا هذا الهجوم على هذا الطريق بالذات؟ يعني هو الحديث بالتفاصيل هو ليس المهم، أهمية الطرق أو أهمية الجسور، بس هو هذا طريق حيوي واستراتيجي للتنقل من شرق بغداد باتجاه غربها، وهو يعني الطريق الأكثر سرعة لوصل بغداد، شمال بغداد بجنوبها وشرقها بغربها، وبالتالي يعتبر طريق حيوي بالنسبة للسلطة والأجهزة الأمنية. وغلق هذا الطريق يعني شطر جزء كبير من قدرات السلطة وحرمانها من التنقل بالاتجاهين. يعني ممكن يكون هذا بعض من تفاصيل الموضوع، لكن المسألة اللي أهم من هذا أنه السلطة يعني تتحدث شيئا وتفعل شيئا آخر. السلطة لا زالت تناور وستستمر في المناورة، لأنه كما ذكرت في حديث سابق أن السلطة في بغداد ليست موحدة، وأنه لا يوجد سلطة مركزية تستطيع أن تتخذ قرار ويجد طريقه للتنفيذ. بغداد اليوم فيها سلطات متعددة، ومصدر القرار في بغداد لا أحد يعرف مصدر القرار. تحدثوا عن الطرف الثالث منذ أكثر من شهرين من بداية الانتفاضة وهم يتحدثون عن الطرف الثالث، ولا زال لا أحد يجرؤ أو يرغب في أن يقول من هو الطرف الثالث الذي يقتل. ويوميا تجد وزارة الداخلية تتبرأ من القتل ووزارة الدفاع تتبرأ من القتل، فمن الذي يقتل ومن الذي يعني يلحق الجراحات الكبيرة في المتظاهرين؟ يعني واضح أن المشهد في بغداد مشهد معقد ومركب وليس سهل أن تتعاطى معه. الموضوع الأساسي اليوم هو بيد الثوار والمنتفضين في الساحات والمدن العراقية. الموضوع يحتاج منهم يعني لتطوير النضالات وتخفيف الاحتقانات الدم، أو بمعنى سلام جرائم الدم، الذهاب باتجاه إقناع الناس إلى الذهاب إلى العصيان المدني الذي تحدثت عنه، يعني طال انتظار العصيان المدني. العصيان المدني لا يكلف الناس إلا أن تبقى في بيوتها، فمن أين ستتعرض لها السلطة؟ كيف ستحاسبها السلطة إذا الناس وصل يعني أضربت عن العمل وبقت في بيوتها، وأصحاب المحلات وأصحاب الخدمات، خلي الخدمات فقط تعمل والصحة في بغداد، وباقي الموظفين فليضربوا. يعني أنت عندك أكثر من نصف العراق اليوم، أكثر من نصف العراق اليوم في المواجهة في المظاهرات، لماذا يبقى النصف الآخر صامت أيضا؟ طيب يعني لكن أنت لكن النصف يعني الآخر يعني أستاذ النصف حسين الآخر، بس خلنا أكمل لك الفكرة. نعم. النصف الآخر الذي يخشى يعني المواجهات المباشرة لاعتبارات عديدة تحدثنا عنها طوالا وتحدث الإعلام عنها بشكل دائم، وإن كانت بعض المبررات غير مقنعة، لأنه بإمكانه أن يذهب إلى الاعتصام دون أن يتحمل تبعيات دموية أو تبعيات يعني سياسية كبرى. طيب لكن يعني المواجهات اليوم ليست فقط على طريق محمد القاسم لحيويته كما أشرت أستاذ حسين، حيث أن المتظاهرين في ساحة الجيلاني لم يسلموا هم أيضا، فالقوات الحكومية والميليشيات هناك قتلت متظاهرين اثنين. يعني إلى أي مدى يمكن ربط هذا التصعيد الوحشي من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات مع إعلان الثوار التصعيد بشكل سلمي؟ يعني السلطة في كل الأحوال يجب أن تجد ذرائع للقتل. لم يسلموا السلطة بسهولة، هؤلاء استمروا السلطة وشكلوا ماضيات وثروات هائلة باسم السلطة، ولا يجدوا ضغطا دوليا متعاطف مع الثورة في العراق، ولا أريد ضغوط. الولايات المتحدة هي التي تمسك بزمام العراق وزمام المنطقة وجزء من زمام العالم المهم. اليوم هي في خندق السلطة، هي داعمة للسلطة. ثم الطرف الجوار الآخر الإيراني الذي يملك رصيدا كبيرا في الداخل العراقي، لا زال رصيدا من الإمكانيات ورصيدا من الأتباع ورصيدا من يعني
المؤيدين. لا زال هذا الطرف والولايات المتحدة يتوافقان حول الموقف من استبدال السلطة وإنهاء سلطة الفساد، كلاهما يدعم سلطة الفساد، وبالتالي معركة المتظاهرين قلناها من أول يوم، معركة المتظاهرين في ساحة التحرير هي من المعارك الكبرى، هي ليست معركة ضد سلطة فاسدة فحسب، هي معركة تمتد إلى الفساد الدولي، إلى دول الإقليم والأجندات الخارجية. وبالتالي الثورة العراقية يعني مخاضها مخاض معقد وصعب ومكلف. نعم. ما لم تتضافر كل جهود العراقيين، وهنا الأهمية، حتى تردع الأطراف الكبرى، لن يردع هذه الأطراف الكبرى إلا الاعتصامات والذهاب للعصيان المدني الشامل وزيادة الأعداد الملايين في المدن والشوارع العراقية. إذا بقى المشهد منقسم ما بين الموقف مكونات البلد، هذا يتعاطف مع الأمريكي الكردي وهذا يتعاطف مع الجانب الآخر، وهذا يود إخراج الأمريكي وذاك يؤيد وجود الأمريكي، أنا أعتقد المشهد سيبقى مربك في بغداد وسيربك أيضا ساحات الاعتصام. طيب يعني سؤال مهم استاذ حسين، اذا سمحت لي بس اسمح لي دقيقه، اذا سمحت لي الوقت ادركني يعني استاذ حسين، لكن يبدو ان اليوم القوات الامنيه بدات باستخدام الاسلحه او القنابل المتشظيه او العنقوديه كما يسمونها، الا تعتقد ان هذا السلاح محرم؟ كيف يستخدمونه ضد السلميين؟ هم لن يعني يترددوا في استخدام كل اشكال الاسلحه التي بايديهم، يعني هو كل السلاح محرم، الغاز المتشظي المنظم. السيد الداعم للنظام السياسي في بغداد استخدم الأسلحة الأخطر علينا، وكل الأطراف الجوار تستخدم أي سلاح، ما عندها مشكلة في هذا الموضوع طالما ليس هناك وضعا دوليا يراقب المشهد في بغداد عن كثب وممكن يأخذ إجراءات رادعة. اليوم المشهد الدولي والإقليمي ليس في صالح يعني حركة الثورة والانتفاضة في بغداد. أنا ما أود أن أقوله أنه أيضا ساحات الاعتصام والانتفاضة والجماهير الشعبية اليوم عليها أن تبلور مشروعا لبرنامج سياسي متكامل، لا نتحدث عن إقالة رئيس الوزراء وانتخاب رئيس وزراء فحسب ثم الذهاب إلى انتخابات لاحقة وتغيير قانون الانتخابات. طيب. قدموا مشروعا سياسيا تحشد على أساس كل الناس. طيب. مشروعا يشمل كل شيء، يعني أنت ما شرط اليوم هذا المشروع يجد طريقه للتنفيذ، لكن لازم الناس تعرف على إيش بدها تشتغل. طيب شكرا لك الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.